العربية اللي جاية طالب محل زوجي وابني وكده مع فكر اسم قلب كامل اسمهم محمد الدين صابر مخلوف مصعب محمد الدين صابر مخلوف مسكونين من 6 سنين بدون أم وبدون أخوات حتى هم حكموهم ما لقوش عليهم أي حاجة أنا ما أعرفش يعني هم مخلينا دلوقتي وعدونا قبل كده إن هم يطلعوهم في العيد أو في رمضان ما لقوش حضرتك توجهتي للخارجية أو تقدمتي بأي طلب للخارجية إن هي تبعتلك استفسارات عنهم أو أي شيء عنهم؟ والله أنا ما قلتش يعني أروح لهنا ولهنا بس يعني بتكلم برضه مع حضرتك ليه النهارده قدام السفاره السعوديه؟ جاية عشان ابني معتقل احمد محمد السعيد بقاله 3 سنين معتقل وغلبنا ولفينا ما خليناش ولا حكم في تهمه او اي شيء ابدا ولا على حكم ولا تهمه ولا اي شيء والله بقاله قد ايه حاجه؟ قرب على 3 سنين وليس وتعبنا من المروح والمجاه وما خليناش ولا مكان ما رحناهوش ولا حد سائل فينا ولا حد حاسس فينا وبنجي من البلاد كلنا وربنا عالم بنجي ازاي ولا رحتي الخارجيه او قابلتي رحنا ورحنا للمشير ورحنا لعصام سلم وكان ايه ردودهم؟ هنرد عليك والخارجيه قريب وكل مره هنرد عليك ولسه هيردوا من يومين كل يوم ومن يوم الثوره بنجي الساعه الثوره بنجي على طول ولا ما فيش اي رد من اي جهه لا ولا اللي هناك ولا اللي هنا ولا حد حاسس فينا ولا حد بيقول لنا في ايه ولا تهمته ايه ولا اللي هناك انت والايه يا بابا نعمل وكيل بس لو يقف واحد يقف حضرتك تعملي ايه النهارده قدام السفاره السعوديه انا جايه النهارده بطالب بالافراج عن ابني مصطفى احمد الببدعي الموجود في سجن مباحث ابها دلوقتي بقاله سنه وتسعة شهور يعني هيقرب على عامين بدون تهمه بدون قضيه فاحنا تعبنا ولم يقدم للمحاكمه ولم يقدم للمحاكمه لان ما فيش قضيه اصلا عشان يقدم للمحاكمه حضرتك توجهت للخارجيه او حضرتك اي جهه مسؤوله احنا بقالنا 9 شهور بنيجي هنا هو عند السفاره وعند الخارجيه ورحنا لعصام شرف ورحنا المجلس العسكري لا حياه اللي بنت الاذن ما انش عارفه في ايه يعني ردود كانوا بيقولوا ان شاء الله ربنا يسهل هنصاحب السلطات السعوديه وبعدين هنرد عليكم وتعالوا لنا بعد 10 ايام وبقالنا 9 اشهر 10 ايام في 10 ايام في 10 ايام وهل قابلتوا السفير السعودي احمد مصطفى؟ قابلنا السفير السعودي اكثر من مره قابلناه قبل رمضان بحوالي 4 ايام او 5 ايام ادانا وعد ان هو هيخرجهم في خلال رمضان في عفوا اللي هيتم في خلال رمضان وقلنا له خلاص احنا مش هنيجي ولا هنقف طالما هم هيخرجوا عدى رمضان وعدى العيد طلع كذاب جينا قابلناه برده بعد العيد وبرده ادانا وعد 15 يوم وجينا بعد 15 يوم وهكذا مفيش كلمه اصلا هم ما عندهمش كلمه ولا عهد ولا اي حاجه هم كذابين وانتوا قراراتكم ايه دلوقتي بما ان ما فيش رد من الخارجيه ولا من السفاره ولا من الجهه السعوديه او المصريه ما فيش احنا قراراتنا ان احنا ان شاء الله هندخل في اعتصام يعني لو ما استجابوش لينا لان احنا تعبنا احنا مش من القاهره احنا بيجي من بلاد تانية فيرحمونا بقى يرحموا امهات يرحموا بيوت اتخربت امهات تعبانه عوائلنا هم يعني انا ابني هو العائل بتاعي انا زوجي متوفي ومصطفى هو العائل بتاعي هيخربوا بيوتنا ايه اكتر من كده يعني احنا ناس محترمه بنتكلم بهدوء بنتكلم باحترام فالظاهر ان هم مش عاجبهم احترامنا الاعتصام بتاعكم ده هيبدا ربنا يسهل لما ننسق احنا والجماعه كلنا وهنتفق وهنيجي ان شاء الله احنا اعتصمنا قبل كده برضه مفيش حاجه مفيش اي نتيجه مفيش اي نتيجه شكرا هي عشان اطالب بالافراج عن جوزي المحبوس في سجن ابها منذ 7 سنوات بدون قضية وبدون تهمة وبدون محاكمة. تعرض للمحاكمة مرتين في القضاء السعودي وخد براءة مرتين ومع ذلك السلطات السعودية جددت اعتقاله. وأنا بطالب دلوقتي السلطات السعودية بالإفراج عن زوجي فورا لأن هو ده العائل الوحيد لينا وبعدين هو عنده 5 أبناء وبقاله 7 سنين من غير تهمة ومن غير قضية من غير محاكمة. ليه حابسينه؟ ده لو كان شيء كان زمانه طلع. لكن من هو من أهل السنة ما يطلعش. لو كان بيقل ادبه زي الشيعه ولا بيضرب ولا بيكسر ولا بيحرق كان زمانه طلع لكن منه هو بيخاف على البلد وبيخاف على الشعائر الدينيه اللي في السعوديه لسه موجود في السجن لكن حسبنا الله ونعم الوكيل مش هنقول اكتر من كده حسبنا الله ونعم الوكيل وكل من حبسه وكل من اذاه
جزاك الله خير.